أهلا وسهلا بكم. ما زالت التغطية متواصلة لملاحقة التطورات أولا بأول، التطورات على الصعيد السياسي على الصعيد الميداني. زي ما عودناكم بنبتدي بمجمل الأحداث، رسم صورة إجمالية وشاملة لما يجري ويحدث في اللحظة الراهنة، بعدها بنفتح للنقاش عدد من القضايا. النهاردة الحقيقة لو بصينا على الصورة ككل هنلاقي ما زالت الحقيقة التطورات الميدانية اللي تتسم بقدر كبير من العنف بتحصل في أكثر من مكان في القاهرة. أنصار الرئيس المعزول مع الأسف قاموا بعدد من المسيرات اللي انتهت باشتباكات دموية. أيضا عندنا الترشيحات أو إعلان التشكيل النهائي اللي ربما يحصل النهاردة لحكومة الدكتور حازم الببلاوي الرئيس الوزراء المكلف. والخبر المهم اللي كتير مستنيينه بالتأكيد هو إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم. النهاردة هيبقى فيه مؤتمر صحفي ربما على الساعة 3 وحيعلن هذه النتيجة. دي الحقيقة يعني أبرز العناوين اللي هنتكلم فيها النهاردة، هكلمكم عن تفاصيلها. ولكن قبل ذلك أذيع على التلفزيون المصري قبل قليل مؤتمر صحفي للزميل أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية. في هذا المؤتمر الصحفي تحدث أحمد المسلماني عن أشار الحقيقة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وأكد وطمأن الرأي العام أنه في مكان آمن. أيضا تحدث عن خطاب تكليف الحكومة واللي حيذاع بعد قليل وسيتضمن صلاحيات الحكومة، وأشار من جديد أو جدد التأكيد على أنه الباب مفتوح وسيظل مفتوحا أمام جميع التيارات للمشاركة في العمل السياسي. خلينا نشوف جزء من هذا المؤتمر. على نحو عام نحن ضمن العنف بكافة أشكاله، ونحن نعتبر أنه لا مستقبل للإرهاب في هذا الوطن، ونعتبر أن هناك نوعين من الإرهاب كلاهما مرفوض، الإرهاب المادي والإرهاب المعنوي. وأنا آمل أن تستقر الأمور في طريق المصالحة الوطنية، وأننا سوف نتكاتف جميعا التيار الديني والمدني وكل قوى المجتمع في مواجهة وجه الإرهاب البغيض الذي بدأ يطل على هذا الوطن. أما ما يخص الأمور الفنية متعلقة بما يجري في سيناء أو بما جرى في ميدان رمسيس، فتصور أنه من شأن المتحدث العسكري ومتحدث وزارة الداخلية أن يجيب على السؤالين. تفضل. شكرا استاذ كمال ريان نائب رئيس التحرير الاحمر. كنت عايز اسال حضرتك، حضرتك بتتكلم عن المصالحه، هل في جهود ولو حتى بتقوم بها سواء مؤسسه الرئاسه او احزاب وتيارات اخرى بين التيار الاسلامي العريض وبين مؤسسه الرئاسه والحكومه لتحقيق المصالحه ويعني التخفيف من الاحتقان في الشارع المصري؟ يعني هل مؤسسه الرئاسه بتتصل بالتيارات الاسلاميه العريضه جميعها او في مؤسسات اخرى بتقوم باتصالات حاليا، وهل هيحضر جلسة المصالحة وهل هيتحدد موعد الجلسة ولا لا؟ مضينا في ذلك على مراحل محددة. المرحلة الأولى الإطار الأخلاقي، وقد وجهت الرسالة المصارحة للجميع من أجل المصالحة، فأيدي الرئاسة وأبوابها مفتوحة للجميع. الإطار الثاني هو الإطار النظري، وقد تمكننا من وضع إطار نظري يستهدف إلى أن يكون الجميع تحت راية واحدة من أجل مستقبل مجتمعي منسجم. لا نريد أن تمضي المصالحة ثم يستمر طيار يحمل الضغينة للطيار الآخر أو ينتربص به حين يستطيع أن يتمكن منه، لا يتركه إلا وقد نال منه ما استطاع النيل. نأمل أن تكون المصارحة تصل إلى السلم الأهلي وهو أعلى درجات التوافق الاجتماعي. الإطار الأخلاقي طرح على مستوى الرئاسة، الإطار النظري أصبح واضحا، المسار التنظيمي الإجرائي أصبح واضحا هو الآخر، والدكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي للسيد الرئيس بدأ الاتصالات، وأنا بجانبي لدي اتصالات أخرى، ونتوقع أن معظم التيار الإسلامي سيشارك في المصالحة بإذن الله، تشمل جماعة الإخوان المسلمين. اتصالات معكم؟ نعم. تفضل.
محمد سلماني الأخبار. حضرتك منذ أن أعلنت خارطة الطريق كلما صدر قرار أو كلما أعلن عن خطوة بتتخذ لابد أن تظهر جهة تعرقل تعارض تتدخل بشكل أو بآخر بحيث تصل بالموضوع إلى تشتيت في الرأي أو بث حالة من الاختلاف. فهل هناك حدود تؤكد سير خارطة الطريق دون توقف أو دون الالتفات لمثل هذه العراقيل؟ ده أول بند. البند الثاني الشكوى المتكررة من انتشار الاعتصامات التي بدأت تضج بها سكان الأحياء وعلى سبيل تحديد منطقة رابعة. الاعتصام السلمي كما هو واضح شيء حق للجميع، ولكن هناك مذكرات وشكاوى رفعت من سكان رابعة العدوية. اليوم حصل اعتصام بالأمس في مسجد الفتح. إلى متى أو ما هو موقف الدولة من هذه الاعتصامات وحق المواطن الآخر أيضا سواء المعتصم أو الساكن والمقيم؟ فيما يخص الجزء الأول، من الطبيعي في مجتمع سياسي كما هو مصر الآن وقد مررنا بثلاث مراحل فيها تقلبات سياسية واجتماعية عنيفة، مرحلة التوريث التي أظهرت قوة سياسية مدنية قوية جدا في مواجهة التوريث، وملف التوريث أربك الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، ثم المرحلة الانتقالية الأولى وهي بين ثورة 25 يناير وتولي الرئيس السابق محمد مرسي للسلطة، وهذه أيضا خلقت درجة من عدم الانسجام الاجتماعي ومن الانقسام السياسي ومن التربص المتبادل ما بين ايديولوجيات متصارعة أو قوى سياسية بعضها قديم وبعضها مستجد. ثم المرحلة الثالثة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وبالضرورة نتيجة انتماء الرئيس السابق وقناعاته وأفكاره ترتبت بالتالي مواقف أخرى مناقضة. فنحن الآن نحمل ميراث حقبة التوريث، ثم حقبة الحكم العسكري بعد 25 يناير، ثم حقبة الرئيس السابق محمد مرسي. من المنطقي أن الحقب الثلاث تنعكس على وضع المجتمع في مصر، فنحن الآن في وضع أخشى أن يكون كما يقول الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز الكل ضد الكل. المصارحة والمصالحة التي تطرحها الرئاسة هي عكس مقولة هوبز الكل مع الكل، ولا يعني ذلك أنني أقتنع تماما برأي الطرف الآخر ولكن أحترم حقه في التعبير. إذن كان هذا هو المؤتمر الصحفي الذي أذيع على التلفزيون المصري قبل قليل للمستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد المسلماني. ربما من الضروري أيضا أنه نركز على نقاط أخرى وردت في هذا المؤتمر. المسلماني قال أنه سيتم تعيين الدكتور عصام حجي مستشارا علميا للرئيس، وأوضح أنه وزارة الإعلام الحالية لن تكمل الحكومة الحالية، ستلغى خلال الفترة الانتقالية. يبقى إذن الدكتورة دورية شرف الدين سوف تتولى مهمة وزارة الإعلام لتسوية هذه المرحلة الانتقالية تمهيدا لإنشاء الهيئة المستقلة للإعلام. وبرضو من النقاط الهامة اللي وردت في هذا المؤتمر أنه تم عرض حقائب وزارية كما قال أحمد المسلماني على حزبي الحرية والعدالة والنور، لكن الحزبين لم يقبلا. نرجع مرة تانية للأحداث الميدانية والمشهد الذي كان ساخنا إلى درجة كبيرة ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من الصباح. الحقيقة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي نظموا مسيرات من أكثر من مكان إلى أكثر من جهة. أولا من ميدان رابعة العدوية توجهت مسيرة إلى شارع رمسيس، توجهت مسيرة أخرى إلى قصر الاتحادية، ومسيرة ثالثة إلى دار الحرس الجمهوري. دول ثلاث مسيرات والحقيقة انتهوا الثلاثة باشتباكات دموية. ميدان النهضة خرجت منه مسيرة أخرى باتجاه ميدان الجيزة، وده أدى إلى شلل مروري تام على كوبري أكتوبر والمنيب. في ميدان الجيزة وميدان رمسيس حصلت حالة من الكر والفر بين أنصار الرئيس المعزول والأهالي، وانسحب المئات الحقيقة من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى داخل مسجد الفتح في رمسيس، احتموا بالمسجد لفترة طويلة وأغلقوا الأبواب من الداخل، ولكن بعض الأهالي تمكنوا من إجراء حوار مع المختبئين في المسجد لإقناعهم بالخروج، وانتهى الأمر بتشكيل درع بشري من أهالي المنطقة لحماية المحتمين بالمسجد ولإخراجهم بأمان. خلال الليل
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات، منها الفيديو اللي حتى أذيع على قناة التحرير، عملوا معاه مقابلة الشخص اللي تم قطع إصبعه وتم ضربه لاتهامه بالسرقة في ميدان ربع العدوية، وده كان حادث بشع ومؤلم. أيضا كانت هناك مقاطع مصورة لطفل يتم ضربه على كوبري أكتوبر من قبل مؤيدي الرئيس المعزول للاعتقاد بأنه هذا الطفل من معارضي مرسي أو أنه بيعمل مع جهات الأمن. طبعا كان بيتم ضربه بشكل بشع والطفل كان بيتوسل أنه توقف عملية الاعتداء. النهاردة التحالف الوطني لدعم الشرعية، ده بيضم عدد من التيارات الإسلامية المؤيدة للرئيس المعزول. هذا التحالف من المنتظر أن يعقد مؤتمر صحفي حول اشتباكات رمسيس. طبعا يعني في كل الأحوال الحقيقة هذه الاشتباكات الدموية أدت إلى شلل مروري تام. كنا نود الحقيقة أنه إحنا نستمع وربما زملائي يكرروا المحاولة مع حد من مسؤولي المرور، عايزين نعرف هل في خطط بديلة في حالة إغلاق الميادين الحيوية والشوارع الحيوية. إحنا عارفين أنه في ميدان التحرير النهاردة لحسن الحظ تم فتح الميدان، الحالة المرورية فيها انسيابية تامة، مجمع التحرير تم فتحه للمواطنين والموظفين، ده شيء جيد جدا، لكن ماذا عن الميادين الأخرى؟ ماذا عن الكباري؟ ماذا عن شارع صلاح سالم اللي بيتم غلقه من الجانبين وده بيؤدي لحالة شلل تام؟ هنحاول الحقيقة انه احنا نتابع معكم هذه التطورات، وسنحاول ايضا التواصل مع رئيس هيئة الإسعاف الدكتور محمد سلطان، لانه هناك يعني تناقض في الأنباء الواردة عن أعداد القتلى والمصابين. يعني العدد المؤكد حتى الآن هو 7 قتلى حصيلة الاشتباكات الدموية اللي جرت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من الصباح. معي بالفعل الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف، أهلا وسهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. بداية خليني أبدأ بالأهم على الإطلاق وهو عدد القتلى في هذه الاشتباكات. وردت أنباء أنه وصل 7 هذا العدد، هل دي معلومة صحيحة ولا لا؟ نعم بالفعل احنا كان عندنا اشتباكات في 3 مناطق رئيسية في القاهرة الكبرى، منطقة كوبري أكتوبر وميدان رمسيس، ودي نتج عنها 134 مصاب و2 حالة وفاة، واشتباكات أخرى في منطقة جامعة القاهرة وميدان النهضة ودي نتج عنها 114 مصاب و4 حالات وفاة. واشتباكات في المكان الثالث كانت في شارع البحر الأعظم أمام قسم شرطة الجيزة ونتج عنها 8 مصابين وحالة وفاة. إجمالي المصابين بالأمس 261 مصاب و7 حالات وفاة. طيب ماذا عن المستشفيات الميدانية دكتور محمد؟ هل هناك يعني كان البعض يشكو من عدم توفر مستشفيات ميدانية في ميدان ربع العدوية على سبيل المثال، هل ده بسبب هيئة الإسعاف نفسها لا توفر هذه المستشفيات أو عربات الإسعاف، ولا بسبب امتناع المعتصمين عن السماح لهيئة الإسعاف بإدخال السيارات أو المستشفيات الميدانية؟ لا، هو المفهوم كان في المستشفى الميداني مستشفى تقام في مكان الأحداث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ويقيمها غالبا متطوعون أو نقابات يعني طبية تقوم بهذا الأداء كعمل تطوعي، بعض المتطوعين أطباء المتطوعين أو الهلال الأحمر أو بعض النقابات تقوم بإنشاء هذه المستشفيات. وفعلا توجد مستشفى ميداني في ميدان ربع العدوية، كما توجد مستشفى ميداني أيضا في ميدان النهضة، والعديد من الحالات يتم علاجها وتقديم الإسعافات الأولية داخل المستشفى الميداني، ثم تنقلها طيارات الإسعاف إلى المستشفيات العامة والمستشفيات الحكومية إذا كانت تحتاج إلى تدخل طبي متقدم يعني لا يمكن أداؤه داخل المستشفيات الميدانية. كذلك سيارات الإسعاف تتواجد في محيط الأحداث ولا يمكنها أن تكون داخل الأحداث حفاظا على السيارات وحفاظا على الأطقم الطبية، تتواجد في محيط الأحداث وتقوم بتقديم الإسعافات الأولية للحالات. الحالات البسيطة تقوم بعلاجها داخل السيارة وتنقلها. الحالات المتقدمة تقوم بنقلها إلى المستشفيات ونقوم بالنقل إلى أقرب مستشفى حكومي
لا يهم مستشفى يعني، المهم ان نقوم بنقل المريض الى اقرب مستشفى حكومي لتقديم الخدمه الطبيه. طيب دكتور محمد، هل وردت بالفعل برضو انباء عن حرق سياره على كوبري 6 اكتوبر وقتل سائقها للاعتقاد بان هو قام بقتل عدد من المعتصمين او المتظاهرين بسيارته؟ هل جالكم اي معلومات عن الخبر ده؟ لا نتدخل يعني، نحن لا نكون ضمن الاحداث او وسط الاحداث، فقط نقوم بتوجيه السيارات لنقل المصابين. أنا بشكرك جدا جدا الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف على هذه المداخلة في هذا الوقت بينما بتجري هذه الاشتباكات في الشوارع. هناك جهود أخرى مكثفة للانتهاء من التشكيل النهائي لحكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف. النهاردة المفروض الدكتور حازم الببلاوي ينتهي من مشاوراته ولقاءاته مع المرشحين لتولي الحقائب الوزارية. في مصادر من مجلس الوزراء قالت لنا أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن التشكيل النهائي للحكومة وحلف اليمين النهاردة الثلاث. وفي مصادر بتقول برضو أنه تم ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لمنصب نائب أول رئيس الوزراء، وده لأقدميته في الحكومة. دكتور الببلاوي التقى امبارح الدكتور أيمن أبو حديد ده المرشح لوزارة الزراعة، والتقى الدكتور محمد أبو شادي المرشح للتموين، ولواء عادل لبيب للتنمية المحلية، وعاطف حلمي للاتصالات، ورأفت النبراوي للآثار، وأسامة عقيل للنقل. في نفس الوقت تستعد أو يستعد الحقيقة الآلاف من طلاب الثانوية العامة في مصر للاستماع إلى النتائج النهائية اللي سوف تعلن النهاردة في مؤتمر صحفي بعد قليل، أعتقد الساعة الثالثة هتعلن وزارة التربية والتعليم في هذا المؤتمر أسماء أوائل الثانوية العامة ونسب النجاح للمرحلتين الأولى والثانية. لكن النتيجة هتوضع على المواقع الإلكترونية اللي متفقة مع الوزارة مساء اليوم. طبعا من المفارقات الحقيقة انه دفعة الثانوية العامة هذا العام هي دفعة مميزة جدا، لانه الطلبة بتوعها دخلوا سنة اولى في عهد مبارك وانتقلوا للصف الثاني في فترة حكم المجلس العسكري للبلاد، وانتقلوا في الصف الثالث لحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، والآن سوف تعلن النتيجة نتيجتهم في عهد الرئيس المؤقت المستشار عادلي منصور. يعني دفعة شهدت فصول مختلفة من التاريخ في مرحلة واحدة. عندنا خبر برضو مهم جدا، هو تصريح في الواقع على لسان الدكتور أشرف العربي بعد تأكيده لقبول منصب وزير التخطيط. الدكتور أشرف قال إنه المجموعة الاقتصادية في الحكومة سوف تعكف في أول اجتماع لها على وضع خطة عمل سريعة لوضع خارطة طريق اقتصادية لمصر خلال الفترة القادمة. طيب ايه هي ملامح هذه الخارطة هذه الخطة؟ اولا تحسين اوضاع المواطن المصري خلال المرحلة الانتقالية، وثانيا وربما دي مسألة مهمة جدا، انه سيتم صرف النظر حاليا وفقا لتصريح الدكتور اشرف العربي عن اجراء جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. معنا مين معنا شباب؟ معنا الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادي للمفوضية العربية. أهلا وسهلا بيك دكتور. أهلا بيك يا فندم. طيب أنا أولا يعني عايز أعرف تقييم حضرتك لهذه الرؤية. الدكتور أشرف العربي صرح تصريحين مهمين جدا، أولا أنه في الفترة اللي جاية سيتم التركيز على تحسين مستوى المعيشة بالنسبة للمواطن، ده شيء مفروغ منه، لكن الأهم أنه سيتم صرف النظر عن المفاوضات مع الصندوق على القرض. نقدر نعيش من غير القرض ده؟ أنا من كنت من أول الناس اللي هم نادوا اعتبارا من شهر 10/2012 بعدم التحاور أو استكمال الآراء مع صندوق النقد الدولي. مصر ليست في حاجة لقرض صندوق النقد الدولي. وقلت الكلام ده والدكتور أشرف العربي كان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، وكان بيطلع يقول لا ده احنا لازم ناخد القرض واحنا بنمضي بالاحرف الاولى وكذا. انا طلعت في احد اللقاءات حلفت بالله العظيم 3 مرات ان مصر لن تحصل على القرض قبل شهر اكتوبر 2013،
طلعوا برضو نفس الجماعة اللي هم فاتوا دولت، ربنا يوفقهم ويسهل لهم. المهم يا سيد الفاضل، مصر ليست في حاجة لا هذا القرض، لا قرض الصندوق ولا أي قروض أخرى من أي جهة أخرى. وأنا أتمنى من الحكومة القادمة بعد حلف اليمين إنها تخرج على الشعب المصري بثلاثة أشياء. حاجة الأولانية تقول وضع الاقتصاد استلموه اليوم الفلاني اللي هو يوم 15/7 مثلا 2013 من حكومة الدكتور مرسي، عبارة عن الدين الداخلي قد كده، الخارجي قد كده، الاحتياطي النقدي قد كده، المتاح من استخدامه قد كده، أسعار الفايدة على القروض ايه، نوع من أنواع الشفافية موجود بالكامل. اتنين، يعلنوا ان مصر لن تقوم خلال الفترة الانتقالية اللي موجودة فيها الحكومة بعدم الحصول على اي نوع من انواع القروض بما فيها قرض صندوق النقد الدولي. ثلاثة، يعلنوا انهم مش محتاجين للمعونة، وده مش كلام فتح صدر، انهم مش محتاجين للمعونة العسكرية لو الولايات المتحدة الامريكية تلميحا او تصريحا جاءت باي كلام عن موضوع المعونة وانها هتلغيها، نقول له شكرا يا عم، المعونة بتاعت حضرتك بتمثل 6% من قيمة الناتج القومي المصري، ما احناش عاوزينها. طيب بهذا التحديد والايجاز دكتور صالح او دكتور صلاح، يعني على ماذا نعول في الفترة القادمة في غياب القرض وفي غياب المساعدات زي ما حضرتك تتمنى؟ هل المساعدات الخليجية؟ هل التبرعات الوطنية؟ لا لا لا، مفيش دول بتعيش على مساعدات وعلى منح وعلى معونات وعلى كلام فارغ من ده. الدول تعيش يا سيد الفاضل على اقتصاد قوي وقائد. مصر لديها موارد غنية، ادارتها كانت عبارة عن ادارة غبية. هدي لحضرتك مجموعة من الامثلة بإيجاز شديد دكتور صلاح. شديد، انا لو عملت من نفس فارد الموازنة العامة للدولة حد أدنى وحد أقصى للأجور، أنا هوفر 36 مليار. أنا لو شلت المستشارين اللي موجودين فوق سجن 60 أنا هوفر 24 مليار. أنا لو عملت بيع عادل للثروة التعدينية بدل ما يخش للخزانة المصرية 60 مليون جنيه فقط في السنة، يخش لمصر 25 مليار جنيه على الأقل في السنة. أنا لو منعت تصدير أي مواد خام من عندي أو عملتها مواد تصنيع أولي، ودي تستطيع مصر أن تقوم بها، على الأقل أنا زودت قيمة الإنتاج عندي ب 20 مليار دولار على الأقل. ده كفاية قوي، يعني ده مليارات ممتازة. أنا بشكرك جدا دكتور صلاح جود على هذه الرؤية المتفائلة واللي بتبدو واقعية أيضا. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. علي الأحوال، هذه الملامح الرئيسية للمشهد حتى اللحظة على المستوى الميداني وعلى المستوى السياسي. بعد الفاصل سوف نفتح للنقاش عدد من القضايا، حنبدأها بقضية مهمة جدا وهي المشهد السياسي وأثر التصعيد الميداني اللي بيتسم بالعنف على هذا المسار. التقونا بعد الفاصل.